أقول أن الكلمة تملكتني. الشعر منظم شوية على الورق حتى يبين جماليته، يعني كل شيء بالحياة له قواعد ونظم ونظام، مثل كل شيء بالدنيا، يعني كل شيء، الشمس، الكواكب، الأرض، الهندسة. ليش غير تقولي مثلا عن إذا جمالية الكلمة، خلي الناس إلى الناس إبداع الكلمة والشعر شعر. القصيدة الأولى أو الكلمة الأولى، نعم.